القطيعة بين الجزائر والمغرب. الخارجية الجزائرية تؤكد أن قطع العلاقات لا يعني تضرر مواطني البلدين وأن البعثات القنصلية ستواصل عملها كالمعتاد. فلماذا اتخذت الجزائر القرار الآن؟ هل عمليات التجسس الكبيرة والمنظمة التي اتهمت بها الجزائر المغرب والتي رفضها المغرب بشدة هي السبب فقط؟ مقترحات عديدة قدمت للبلدين، منها النظر إلى المصالح المشتركة واللجوء للحوار لحل النزاع بينهما. هل سيراجع الجزائر قطع العلاقات بين الجارين التي هي بالأساس مقطوعة في الواقع؟ هل سيتم فتح ملف العلاقات الدبلوماسية؟ الجزائر والمغرب دولتان كبريان مهمتان في شمال إفريقيا، فلماذا هذه التنافسية بينهما بدلاً من أن يكون هناك تعاون بينهما، لأن التهديدات الأمنية مشتركة، بالتحديد منطقة الساحل تحتاج إلى عمل مشترك بينهما والكثير من الملفات. هل هي سحابة عابرة ستزول؟ نفتح الملف مع ضيوف برنامج استديو الآن الذي يأتيكم من استديوهاتنا في دبي.